بين ان الداله اف تقبل داله عكسيه، عندنا اف دو اكس كتساوي جذر اكس زائد جوج، اذا اللي كاين يبين ان الداله اف تقبل داله عكسيه من المجال زيرو بليس لانفيني نحو المجال جي. لدينا اف دو اكس كتساوي جذر اكس زائد جوج، اذا نديرو دراسه الاتصال الداله اف. اذا اول حاجه نحددو مجموعه التعريف دي دو اف من ناقص جوج تال بليس لانفيني. اذا بما ان الداله اف معرفه على المجال ناقص جوج جيسكا بليس لانفيني، اذا اف متصله على المجال ناقص جوج بليس لانفيني، لانها طبيعه الحال داله اعتياديه، وكل داله اعتياديه وهذا الشيء كما سبقنا عرفناه، كل داله اعتياديه تكون متصله على مجموعه تعريفها. داله اعتياديه، وكل داله اعتياديه تكون متصلة على مجموعة تعريفها. من بعد ما بينا بأن الدالة F متصلة على المجال ناقص جوج بليس لانفيني لأنها معرفة عليه، ناخذ المجال ناقص جوج بليس لانفيني. المجال اللي بغينا نديرو دراسة دالة هو زيرو بليس لانفيني، دراسة الاتصال ديال الدالة عليه هو زيرو بليس لانفيني. إذا بما أن زيرو بليس لانفيني، مجال زيرو بليس لانفيني ضمن المجال، ضمن المجال ناقص جوج بليس لانفيني، وبالتالي يعني عندنا المجال زيرو بليس لانفيني ضمن المجال ناقص جوج بليس لانفيني، ونحن نعلم أنها، وبالتالي فإن F متصلة على زيرو بليس لانفيني، وبهذه الطريقة زيرو المجال زيرو بليس لانفيني. وبهذه الطريقة نكونو درنا دراسة اتصال الدالة F على المجال زيرو بليس لانفيني، أو بينا بأن الدالة F متصلة على المجال زيرو بليس لانفيني. نمشيو للشرط الثاني اللي هو الرتابة. إذا من بعد ما تعرفنا على الشرط الأول اللي هو الاتصال، وبينا أن الدالة متصلة على المجال زيرو بليس لانفيني، دابا نمشيو نشوفو الرتابة ديال الدالة على المجال زيرو بليس لانفيني، واش تزايدية قطعا أو لا تناقصية قطعا. إذا لدراسة رتابة الدالة إف خصني أول حاجة نديرها نعرف ندير نحسب الاشتقاق ديال الدالة، ندير دراسة الإشارة ديالها ثم الرتابة ديالها. إذا لدينا إف دو إكس كتساوي جذر إكس زائد جوج، إذا إف بخيم يعني اشتقاق ديال هاد الدالة هادي، نحاولو نمرو بالزربة اللي هي جذر إكس زائد جوج هنا واحد، إذن هذا هو اشتقاق ديال إف. إذا شنو خصني ندير من بعد؟ ندير دراسة إشارة إف. إذا بما أن جذر إكس زائد جوج أكبر من زيرو، أكبر من أو يساوي زيرو لكل إكس من مجموعة التعريف اللي هي دي دي إف، إذن إف بخيم دو إكس أكبر من أو يساوي زيرو. هتلاحظوا معايا، عندنا
ان هذا اكبر من زيرو، دونك عدد موجب، موجب هي موجب، اذا اف بريم اكبر من زيرو. يعني اش يعني هذا اف بريم اكبر من زيرو؟ يعني ان اف تزايدية. إذن F تزايدية على المجال 0 بليس الانفيني، لأن المجال 0 بليس الانفيني ضمن المجال أو اللي هو ناقص جوج بليس لانفيني أو مجموعة التعريف ديال الدالة اف دو اكس. بما أن اف متصلة ورتيبة قطعا، على المجال 0 بليس الانفيني، إذن F تقبل دالة عكسية من 0 بليس الانفيني، من 0 نحو بليس الانفيني نحو المجال جي. لاحظوا معايا، نشوفوا حتى الطريقة كيفية تحديد المجال جي. إذن جي تساوي الصورة ديال المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني، يعني من زيرو نحو بليس لانفيني. جي تساوي اف دو زيرو، لان اف دالة تزايدية، اف دو زيرو، والليميت ديال اكس تنفيرا بليس لانفيني ديال اف دو اكس. نعوضو في الدالة أو غادي نحسبو في الدالة اف دو اكس، نجد أن جي تساوي جذر جوج والليميت ديال بليس لانفيني اف دو اكس، من بعد ما نحسبوه نصيبو هو بليس لانفيني. إذن كيف نحدد اف موانز دو اكس، أو كيف نحدد الدالة العكسية؟ ناخذ حسب الخاصيه اللي نعتمد عليها، اف موان زان دو اكس كتساوي اكريك. هذا اش كيعني؟ يعني ان اف دو اكريك ايكالا اكس. نمشيو للداله ديالنا اللي هي اف دو اكس كتساوي جذر اكس زائد جوج، ونعوضو اكس باكريك، غتصبح اف دو اكريك كتساوي جذر واي اكس هنعوضها بايكريك، ايكريك زائد زوج. اذن نحصل على جذر ايكريك زائد جوج تساوي اكس. اذن الهدف هو نحدد قيمة ايكريك، او لا نحدد شحال ايكريك كيساوي. ان اف دو ايكريك اللي هي جذر ايكريك زائد جوج، نحاول نرفع جذر ايكريك زائد جوج اوكاري، وكذلك اكس اوكاري، يعني ارفع طرفين ديالهم اس اثنان. اذا تصبح ايكريك زائد جوج إيجالا إكس
أس 2 يعني إجريك إيجال إكس أو كاري ناقص زوج، وهكذا هنكون حصلنا على الدالة العكسية، وبالتالي أو إذن إف موان زان دو إكس إيجالا إكس أو كاري ناقص زوج. إذن الدالة العكسية ديالي هي إف موان زان دو إكس تساوي إكس أس 2 ناقص جوج.